فريق اللاعب الوردي وشيشة كما هو معروف. الوردي يسدد لكن مسافة بعيدة جدا، فكرة أعتقد لم تكن صائبة بنسبة كبيرة بالنسبة للاعب. كرة ضائعة، انطلاقة ما كانش تسلل، انطلاقة لفادة فريق الفتح الرباطي، فرصة لتسجيل هدف الأول. فعلا فعلا فريق الفتح الرباطي يتقدم، يوسف يسجل. نشاهد مرة أخرى خداع المدافعين ديال فريق النادي المتناسي، وانطلق كسام وجه لوجه مع الحارس إدريس. جميل في هذه الجولة الثانية، كرة أمامية، كرة أمامية خطيرة لفادة فريق الفتح. الزيدا قبل قليل لاعب شمس الدين الشطيبي، شمس الدين كرة، فرصة الزيدا ولكن بعيدة. مرة كرة عرضية انسلال، جميلة لإيسوفو، محاولة تبادل كروي للمرابط من جديد، ولكن تمريرة ضائعة والكرة في طريق إيسوفو. هذا لاعب سريع وربما ورقة حمراء، لأنه عم يتشد من الخلف. بالفعل ورقة حمراء. كذلك اللاعب الرحماني، محاولة فتحية، تسديدة، هاتي فرصة خطيرة لكن اللاعب أيوب الخالقي يضيع فرصة قد يندب حظه عليها طوال الموسم. شاهدوا هاتي الفرصة الضائعة، شاهدوا من الفرص الضائعة لنادي الفتح الرباطي. الفتح الرباطي تضيع فرص عديدة وتضيع أهداف بالجملة في العديد من المباريات، وهذا هو حال الفريق الرباطي. أولا فوقي التمرير من شمس الدين الشطيبي للاعب السعيدي من الجاري قدام، شمس الدين الشطيبي اتجاه يوسف الحسن من شمس الدين الشطبي، محاولة الانسلال. الفتح الرباطي يتحرر من القيود الدامس ضد الكوكب المراكشي الانتصار الذي اهل الرجاء للدور الربع النهائي، فيما اقصي الفتح من الدور الاول. هنا المحاولة التسديد، المباراة المقدمة عن الجولة 26 من الدوري المغربي. هنا الكرة والمحاولة خطيرة جدا، خطيرة. كرة جيدة في اتجاه اللاعب مازي، سريعة تستغل فرصة من الجهة اليسرى، قد يكون هناك تمرير، نتابع فرصة تمرير أمامية، إمكانية الإيقاف، عملية تسديد، محاولة الإبعاد لم تكن بشكل جيد. هو شمس الدين دائما خالق الناس اللي كيشاهدونا عبر الشاشة، المتعة والجمال. نتمنى أن الفريقين في الشوط الثاني يرفعوا من الإيقاع الفتح. كيف شمس الدين هز، ماشي ضربها على الله، هز يعني هز عينه وشاف التموضع، يعني وشاف التموضع ديال الزميل ديالو، أعطاها ليه بكل دقة، يعني بريسيزيون كبيرة بزاف. محاولة الجهة اليمنى، الفاد يعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول بالنتيجة.